طيب خليني اروح مع حضرتك خارجيا. معانا منشأة خاص بتصريح لوزير الخارجية التركي بيقول تمثيل السفراء في مصر قد يعود قريبا. قال وزير الخارجية التركي أمس إنه يمكن قريبا تنظيم مشاورات سياسية مجددا بين مصر وتركيا على مستوى نواب الوزراء، وإنه قد يتم تعيين سفراء في الأشهر القادمة. تأتي تصريحات جاويش أغلو التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة بعد مصافحة بين الرئيسين المصري والتركي الأسبوع الماضي على هامش افتتاح بطولة كأس العالم بقطر. وكانت مصر وتركيا بدأ في مايو 2021 محادثات استكشافية لبحث إعادة العلاقات الثنائية بينهما، وذلك بعد توتر العلاقات بين البلدين منذ عام 2013 طبعا، عندما أطاح الجيش المصري بحكم جماعة الإخوان المدعومة من تركيا بعد مظاهرات شعبية وهو ما هاجمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نتكلم مع حضرتك طبعا عن العلاقات المصرية التركية ورؤية حضرتك طبعا في هذا التصريح. طيب خلينا أقول لحضرتك بس في البداية بإني يعني كلنا عارفين وكلنا متأكدين بإن السياسة طول الوقت متغيرة. كلنا عارفين وكلنا متأكدين إن مفيش حاجة ثابتة في السياسة. العلاقات ما بين الدول هي من ضمن السياسات العامة لأي دولة بشكل كبير جدا. نحن طول الوقت مع سياسة السلم، طول الوقت مع سياسة الاتفاق، طول الوقت مع سياسة ان يكون في استقرار ما بين كل البلاد، وما نتمناش ان يكون في خلافات ولا في حروب بشكل كبير. زي ما احنا تابعنا بطولة كأس العالم هي مقامة حاليا في قطر، كان في اجتماع قمة ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان القمة دي استمرت حوالي ساعة لربع ويتكلموا في عدد كبير جدا من الملفات ما بين البلدين. فهو وارد جدا بشكل كبير ان لو تم دفع المفاوضات في هذا الاتجاه ان يكون في عودة للسفراء سواء في مصر او في تركيا او غيره، وان يكون في عودة للعلاقات بشكل كبير جدا. فهي تركيا من الدول اللي لها ثقل كبير جدا في المنطقة ومن الدول المهمة جدا في العلاقات مع مصر. طيب فنتمنى ان يكون تحقيق، نتمنى ان تعود العلاقات بشكل كبير جدا مع كل الدول، وان ما يكونش في اي عداء مع اي دولة. حقيقي.